مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والبركة والمسرة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مغتربون في بلادنا. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سنصحبكم معنا في ليبيريا، فأهلا ومرحبا بكم. تقع جمهورية ليبيريا في غرب القارة الإفريقية وعاصمتها مونورفيا. ويبلغ عدد سكان ليبيريا أكثر من 4 ملايين نسمة. فيما يشكل المسلمون نسبة تصل إلى 20% من السكان في ليبيريا. ويتمتع المسلمون بحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، حالهم كحال باقي الشعب الليبيري، حيث تسود في ليبيريا حرية ممارسة الأديان. وتعتبر ليبيريا من أفقر الدول في القارة الأفريقية، إلا أن الفقر لم يقف عائقا في طريق الشعب الليبيري نحو العلم. رغم أن التعليم غير إلزامي هناك، إلا أن نسبة كبيرة من أبناء الشعب الليبيري يتجهون إلى المدارس. دعونا نتعرف أكثر على أحوال المسلمين وحياتهم في ليبيريا من خلال هذه الحلقة. يسعدنا أن يكون معنا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الأستاذ أبو بكر كروما من ليبيريا. حياك الله أخي أبو بكر، وسعداء جدا بتواجدك اليوم معنا في مغتربون في بلادنا. شكرا، جزاك الله خير. حياكم الله. بداية نود أن تحدثونا عن ليبيريا، أين موقعها والسكان وأيضا المسلمون هناك؟ ليبيريا هي دولة صغيرة تقع في غرب إفريقيا، وتحيطها يعني 3 دول، يعني غينيا كوناكري وسيراليون وأفريكوست. ونسبة للمسلمين في البلاد الحمد لله يزيد يعني عن 25 إن شاء الله، والوضع الحمد لله كل شيء ماشي تماما، بأن الدولة يعني حرية، كل واحد على الراحة، يعني يمثل أي شيء أو يعبد أي شيء شاء أو يفعل أي شيء على راحته. إلى أن بدأ يعني متأخرا، في قبل سنة أو سنتين بدأنا أن نسمع أن الناس يشتكون على أن يجعلوا الدولة مسيحية. أنتم كمسلمون هناك في ليبيريا كيف هو وضعكم؟ وضعنا الحمد لله كل واحد على راحة، لأن كما سمعت كلمة ليبيريا بمعنى أي حرية.
جميل جدا. طيب هناك مجموعة كبيرة من المسلمين متواجدين ولله الحمد في ليبيريا وقد وصل الإسلام هناك، نود أن تحدثنا عن رمضان وعن استقبالكم لشهر رمضان المبارك، هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم. حقيقة يعني في دولة ليبيريا هناك يعني لما يعني يتقرب شهر رمضان إلا أن الناس يعني أكثرهم مسلمون هم الذين جاءوا، لسهم يعني مقيمين يعني الأصوليين في البلاد. جميل. لذا لما ترى يعني نتوجه إلى رمضان ترى الناس يعني يستقبلون رمضان على يعني طريقة مختلفة حقيقة، بعضهم يفرحون وبعضهم يحزنون، وكثيرا في الحقيقة أن الناس يظنون أن شهر رمضان هي الشهر التي يعني ينزل الله ربنا في الأرض، حتى يعني يخافون الله كثيرا، هذا فلا شك. هناك تقول لي بعض المسلمون يفرحون وبعضهم لا يفرحون، لماذا؟ بعد يفرح لأن لما كان ما عدا رمضان يفعل كل شيء، مثلا لأن لا يتخلق بالإسلام ولو هو مسلم لكن لا يتخلق بالإسلام على صفة كاملة، ولكن لما يأتي شهر رمضان ما شاء الله يعني يبتعد عن كثير من الأمور الذي كان هو فيه، مثلا مسلم يقول هو مسلم لكن يشرب خمر ويفعل بعض المحرمات هذه الأشياء، ولكن لما يأتي رمضان يحزن على أنه يعني يفرق هذه الأشياء. طيب أود أن نتحدث معك أيضا عن استقبالكم لهذا الشهر، شهر الخير والبركة، وكيف هو استقبالكم لهذا الشهر الكريم منذ إعلان بأن غدا رمضان؟ يعني في الحقيقة بالنسبة لي يعني لا أستطيع أن أقول هذا كثيرا لأن أنا إسلامي كان متأخر لأن لما يعني يظهر يعني وقت شهر رمضان أنا منذ أنا بدأت أصوم لم يتجاوز عن 7 سنين على التمام. أيوة. لأن لما يأتي شهر رمضان غالبا لا أكون في البلاد مستقلا، ولكن الوقت الذي أكون موجود في البلاد من خلال الأحاديث التي تأتيك. أيوة. بعد الحفظ بالقرآن الآن خلاص بعض الناس يعني لما يأتي رمضان نفرح بعد يعني خاصة في أسرتي، لأن يعني الصبيان كل الناس يعني يجدون الطعام بلاش ونتمتع بالفطور يعني اصلا البقول وهذه الاشياء، خاصه يحبون التمر ولكن كثير من الاوقات لا يجدون، ولكن لما ناتي من المملكه ونمشي بالتمور ترى الناس عندنا للفطور كثير ما شاء الله، وهذا شيء يعني الحمد لله شهر رمضان يعني شهر مبارك في كل مكان، يعني لازم الناس يتمتعون بهذا. أود أن تحدثنا أيضا عن رمضان والأجواء الروحانية لديكم هناك، أكيد هناك من يستقبل رمضان بكل فرحة وتظهر مظاهر الفرح باستقبال هذا الشهر المبارك. يا أكيد في عندنا في شهر رمضان جيد، لماذا؟ نحن نصوم ممكن 11 ساعة وخلاص، وأما لما أكون في السعودية أصوم يعني ممكن 14 ساعة أو يزيد. نعم. إذا كان فترة الصيام هناك قليلة لأن هناك أمطار 9 أشهر، ونبدأ الصوم ممكن الساعة 5:30 كذا قبل أن يأتي الفجر، نصلي الفجر قبل يعني 5:30 5:45 كذا، ويعني الفطور 6 وزيادة المغرب خلاص، هنا ذاك يعني الناس يفرحون يعني خاصة إذا جاء شهر رمضان في وقت يعني الشتاء كذا المطر يعني كذا الناس لا يشعرون بالتعب. لا يشعرون بالتعب في الحقيقة، لأن كثير من الناس ولو كانوا في أي مكان بعيدين عن البلد يحاولون أن يرجعوا إلى ليبيريا يصوموا هناك، لأن هناك يعني طيب. أود أن نعيش معك أيضا من خلال جولتنا اليوم وخلال حديثنا في برنامجنا مغتربون في بلادنا عن السفرة الرمضانية لديكم في ليبيريا، كيف هي السفرة الرمضانية هناك؟ السفرة الرمضانية عندنا خربان لأن نفطر بعد الصلاة، يعني كل واحد يأتي من بيته يأتي بشوية ويضع على الطاولة والإمام يأم ويصلي بسرعة حسنا نخرج ونأكل. نعم. هكذا يعني ليس نعم. بمعنى أن السفرة كما في السفرة في الحرم تجد السفرة منظم كل شيء تمام، لا عندنا ليس هكذا، الذي عندك في بيت إن شئت تأتي به تأكل مع الزملاء وإن شئت خلاص كل في بيتك
هكذا سفرة عندنا. نعم. وفي الحقيقة شيء جميل أحيانا، ولكن إذا كان عندك في البيت ليس عندك أشياء كثير قد يعني تدخرون لما تصلي وترجع. جميل. هل هناك أكلات معينة يمكن لك أن تذكر لنا إياها مشهورة في ليبيريا خاصة في رمضان؟ المأكولة عندنا يعني فيه هذا شيء البقول والمديد. نعم المديد. هذا مصنوع من ماذا؟ من الروز. من الروز يعني يطبخونه بالطريقة، ناس يشربونه ويتمتعون بهذا كثيرا. حتى أنا أحب هذا في رمضان. طيب أود أن ننتقل معك من خلال هذا الشهر، شهر الخير والبركة، إلى المساجد هناك. كيف هو يومكم منذ النهار حتى المساء، وعلاقتكم بالقرآن الكريم وأيضا بمجالس الذكر في شهر رمضان المبارك؟ الحمد لله. أما في شهر رمضان يعني الناس الحمد لله يحاولون، يعني كثير من الناس لما يصلون صلاة المغرب بعد الإفطار يرجون إلى البيوت، وإذا صلى بعد صلاة المغرب وأفطر شوية يرجع إلى المسجد، يكون في المسجد إلى التراويح، لأن وقت التراويح والعشاء والمغرب عندنا يعني ليس بعيد كما تقع هنا، لأن الليل عندنا يعني كل ليل والنهار كله سواء. أحيانا إما قد يكون ليل أطول من النهار، لكن يكون مدة يعني بسيطة جدا. والناس يذكرون الله، والآن بعد قبل يعني 5 سنين كذا يصلون التهجد وصلاة التحويل في المساجد، يعني يختمون القرآن هكذا، وبعد الخفاض يعني يصلون بالناس. هذا بدا في الأخير يعني ممكن قبل 5 سنين هكذا لما الذي يستطيع أن أذكر. طيب ماذا عن السحور أيضا في رمضان؟ سحور ناكل روز تماما. نعم ناكل روز مطبوخ. روز سادة؟ ايوه روز، ما ليس روز البخاري ولا ايش، لا روز ما الحدث. ايوه ناكل هذا تماما ولا نلعب بهذا. ابدا لا نلعب بهذا. نعم. طيب نود ان تحدثنا ايضا من خلال هذه الجوله الجميله في ليبيريا عن الاطفال واستقبالهم فرحتهم في رمضان. الصغار يفرحون، لان ولو صمت لم تصوم اذا الناس جاءوا بالطعام في المسجد خلاص تمشي حالك معهم، ما ان الكبار يضربونهم، ما لكن احيانا بعضهم يتسللون ويدخلون. نعم. في السفرة. منذ استقبال رمضان ايضا لديكم هناك في ليبيريا، كيف يتم الاعلان بان غدا رمضان؟ هل هناك ليله تحري عن الهلال؟ احيانا يعني بدا متاخرا، لان بعض الطلاب تخرجوا من الجامعه الاسلاميه يمشون يعني يتبعون الجداول الاسان، يعني وقت الصوم يبدا من ساعه كذا وتنتهي كذا، وهذه الاشياء بدا هذا متاخر يعني فيما يعني استطيع ان اذكره هكذا. العيد لديكم هناك في ليبيريا، كيف هو العيد واستقبالكم للعيد؟ ما شاء الله العيد تمام، لأن يوم العيد كأن لا يوجد أي دين في ليبيريا، يعني كأن أكثر يعني من رغم أن هناك 25% كما قلت بأنهم مسلمين فقط، ولكن يوم العيد يعني يظهر كأن لا يوجد أي غير مسلم، أي غير مسلم. كان ليبيريا كلها مسلمة، حتى السيارات والدكاكين كل شيء يعني يغفل، لأن كثير من الناس الذين يملكون هذه الأشياء هم من المسلمين. طيب أجواء العيد هناك كيف هي وأنتم في ليبيريا وأنتم تذهبون لصلاة العيد وترجعون مع الصلاة؟ أنا يصلون وراء بيتي، لأن هنا مصلى يعني ملعب كبير، يعني والدي أتاها لنجلها مدقس، ولكن خلاص تركته هكذا، والناس يصلون هناك يوم العيد. جميل جدا. أيوة هكذا، ليس فيه مكان مستقر يعني مثلا رسميا قولنا للدولة أنا هنا لصلاة، لا ما في. نعم. لكن أنتم كمسلمون فيما بينكم. لا ما فيما في منطقتي لم يحددوا مكان خاص يعني إلا أنهم يحاولون في أماكن، ولكن ليس رسميا للمسلمين لصلاة العيد. أود أن أتحدث عن الصيام هنا في المملكة العربية السعودية، سواء من خلال جولتك في مكة والمدينة وبعض المدن في المملكة العربية السعودية، الفرق ما بين الصيام من هنا في المملكة وما بين ليبيريا. والله شتان بين الصوم في السعودية والصوم في ليبيريا، لأن أول شيء يعني تصوم هنا تكاد أن تموت بالجوع والعطش وما أكلت مع الحرارة. والحرارة يمشي 48 49، لا ما عندنا هذا، لم نتعود بهذا، عندنا يعني كل شيء تمام عادي،
ترى الجولة كأنك هنا، ما في، كان في مكيف لكن، لكن كل ذلك بأجر كما تعلم أيضا عند الله. نعم. لكن إنسان يعني يعني التعب ولا هذه الأشياء، إنسان إذا اشتد يعني لازم إنسان يتعب. طيب، من خلال فطورك في المسجد النبوي الشريف أو في مكة المكرمة، كيف تقرأ تلك اللوحة الجميلة، اللوحة الإسلامية بتكاتف المسلمين مع بعضهم البعض؟ والله هذا جميل مرة، حتى أنا أتمنى أن أجعل مثل هذه الأشياء في البلاد لما أرجع بعد سنة إن شاء الله. يعني هذا يعجبني جدا، لأنه يجعل محبة بين المسلمين ويجعل للإسلام قيمة، ويعني يظهر صورة جيدة للإسلام. نعم، حقيقة نحن سعداء جدا بتواجدك اليوم معنا من خلال هذه الحلقة. نود منك أن تقول كلمة لإخوانك المسلمون هناك في ليبيريا والذين يتابعوننا عبر هذه الشاشة، الشاشة السعودية. أيها الإخوة الكرام، يعني هذا اللقاء مع الشيخ، الحمد لله، نسأل الله أن يبارك فيهم ليتعهم إياي هذه فرصة لأتحدث معكم، ولكن للأسف يعني نحن إخوان، نحن يعني لازم نحاول أن نتخلق بالإسلام، لأن الشهر رمضان هي شهر مبارك، وهذا الشهر يعني إنسان يستفيد منها كثيرا، وإذا حاولت بكل ما تستطيع، يعني حاول بإمكانك، ليس كما نفعل تترك الطعام في البيت وتأتي وتأكل نصيب زميلك، هذا لا يناسب. حاول تأتي بكل ما عندك وتأكلون معا حتى تحصل على الأجر كما الزملاء يريدون الأجر. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم أنتم أيضا على متابعتنا في هذه الحلقة والتي قدمناها لكم من هنا من المملكة العربية السعودية من خلال هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المعظم. وحتى ألقاكم في حلقات أخرى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.